دكتور اللان أو حبوب الدخن معروفة عندنا هنا في المغرب أنها مفيدة للكسور ولهشاشة العظام ومرتبطة بالأشخاص المسنين، مع العلم أنها غذاء جيد يحتوي على العديد من المنافع يجهلها الجميع. إذا ما هي منافع حبوب الدخن أو إيلان كما نقولها هنا في المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو نوع من الذرة. المغرب كناش حبوب. المغرب هذه كلمة إيلان هي عندها وزن أمازيغي، ولكن احنا في المغرب كنا نسميه البشنة. والبشنة الفلاحة كيعتبروها نوع من الذرة، هي الذرة اللي كتعطي سنابل، الحب ديالها كيكون في السنابل الفوق كيكونش فيه. هو نوع من الذرة طبعا، لان يعني مصنف كنوع من الذرة، هو خالي من، غادي نشوفوا، لانه خالي من الجلوتين، ليس فيه جلوتين، هو محسوب مع النشويات ولكن خالي من الجلوتين. هو ياتي سبحان الله كيجي ما بين القطاني وما بين النشويات سبحان الله. وعليا المغاربه كيعرفوا البشنه، يعني كانت هذه كانت تزرع غير في الاماكن اللي كيكون فيها الضياء، لان هي في فصل الصيفيه ما كد هذا المحصول ديالها ما كيجمعوه الفلاحه حتى لشهر 8 و 9. وهذيك المواقع اللي كيكون فيها الضيات اللي كيكون يجتمع فيها الماء، ملي كتنشف كيبقى هذاك التربه كتبقى شاده الماء وكيطلع فيها هذه البشنه، هذه الذره، هذه البشنه ما كان الناس يهتموا بها، هذه يعني كانت من اشياء متدنيه، ما كان الناس ياكلوا البشنه، الفلاحه في المغرب ولا المغاربه ما كانوا ياكلوا البشنه، وهذه اللي كانت تعطي الحيوان هكا على شكل يعني عالف اخضر او حتى الحبوب ديالها. هو حتى المنتجين لا يهتمون به، هو من الاشياء القويه جدا، وعليا في الغرب مصنف مع العلف، هذه معروفه الميلي مصنفينه مع العلف. هذه البشنه او الدخن باللغه العربيه او اللان هذا باللغه المحليه الدارجه، هو كما قلت من الناحية التركيبية بالنسبة للحبوب هو أعلى من جميع الحبوب فيما يخص تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم. لماذا؟ لأن الكالسيوم لوحده لا يعمل لوحده، الكالسيوم لا يعمل لوحده، الكالسيوم يعمل مع الفوسفور والحديد والمغنيسيوم كذلك في العظام والأسنان، والكالسيوم يعمل لوحده فقط لما ينشط الأنزيمات، ثم لا يعمل لوحده في الجهاز العصبي، يعني يعمل مع المغنيسيوم، لأن ملي كيكون عدم توازن كالسيوم مغنيسيوم يكون مشكل على مستوى الجهاز العصبي، الناس اللي عندهم مثلا ديبريشن، هذو اللي عندهم يعني توتر عصبي، والأشخاص اللي عندهم مشاكل يعني على مستوى كيف ما كان الحال على مستوى يعني المزاج، فهو نقص يكون نقص في المغنيسيوم وليس في الكالسيوم. لماذا؟ لأن ملي كينقص المغنيسيوم هذه الخلايا الكالسيوم كيدخل بكثرة للخلايا ويحدث يعني أنشطة عصبية فوق اللازم، ثم الشخص يولي حتى اليدين والرجلين ديالو كيحسوا ببعض الانقباضات هكذا تلقائيا بدون أن يشعر، لا شعوريا. والعكس كذلك، ملي كيكون المغنيسيوم تاني أكثر من الكالسيوم كيكون هاد التيارات العصبية تقريبا شبه معطلة، فكمية الكالسيوم الموجودة في يعني في هذا الدخن المغنيسيوم والكالسيوم هي كمية تضاهي جميع المكونات التي خلق الله، ولذلك جاء هذا استعمال في المغرب، معروف أن ما يكون كسور على مستوى العظام أن الناس كيبقاو يعطيو لهذا المريض هذا الحبوب. سبحان الله، يعني دون تحليل أو هي ليست صحيحة 100%، هي صحيحة 10% فقط. لماذا؟ لأن هناك أشياء أخرى، ربما هذا الشخص الذي أصيب بكسر في رجلي أو في يدي، يعني كسر في العظام، لأن هناك أشياء ربما يستفيد منها أكثر، ولكن غادي يبقى مع هذا البشنة، غادي يبقى مع الدخن، ثم سيترك أشياء أخرى أهم اللي هي اللوز والجوز وحبوب الكتان والتمر والتين وأشياء أخرى تعطي للجسم يعني كالسيوم على شكل آخر وحديد أكثر من هذا الدخن. لكن هو علي سهل في التحضير، سهل حساء إلا هذا حساء الدخن، من الأحسن يضيفوه الناس لدقيق القمح، يمزجوه مع دقيق القمح، من اللي الشخص يطحن مثلا واحد العبرة اللي نسميها احنا في المغرب عبرة، هي 16 كيلو هي دوبل ديكاليتر، هي هذه حيت كنا كنعبروا هذا الحجم، الحبوب كنا كنعبروه بالحجم ماشي بالوزن. المغرب كيعبر الحبوب بالحجم، هو اللي كنسميوه هذا الوحده عندنا في المغرب هي العبره. ملي يطحن الشخص هذه عبره ديال القمح يضيف لها 6 كيلو 5 كيلو 6 كيلو دخن،
ويعجن الخبز فقط ما بلا ما يبقى راه مزيان لهذه ولا مزيان لهذه ولا يعالج هذه، ما يبقاش الناس يستعملوا هذه كلمه يعالج ولا جيد. لماذا؟ لان غادي يزيد في نسبه البروتين في الدخن هي اعلى من القمح واعلى من جميع الحبوب، هي تقريبا تقترب من نسبه البروتينات الموجوده في القطاني، تقترب من الفول ومن العدس والحمص. لما نضيف هذا الدخن نغني القمح بالبروتينات ونغنيه باشياء اخرى لمن الالياف الدائمه، بعض الالياف الغذائيه الدائمه مهمة. ثم بعض المكونات التي توجد في الذره، جميع انواع الذره توجد فيها الزونتين والزيزونتين، يعني بالفرنسيه الكزونتين والزيكزونتين، هذه واللوتين، هذه اشياء موجوده في الذره. بروتين الذره معروف زين، بروتين زين وجيد للاطفال، الذره جيده للاطفال، الذره بالنسبه للاطفال، الذره والشعير احسن من القمح بالنسبه للاطفال. فهذا الدخن هو يلان كنسموه في المغرب يلان، هذا لا يهتم به الناس الا لما يصابوا بكسور او لما يصابوا بهذه، عشان مع الاسف يجب ان يستهلك المسنين. نعم يجب ان يستهلك الشعير والذره والاشياء، يجب ان تستهلك يوميا وليس ننتظر حتى يقول لنا شخص بان. والان هذا الدخن هذا ما كان ما معروف ان الناس كانوا يعجنوه، هو يعجن إلى أضافه للقمح يكون جيد. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشكل الجلوتين، مرض سيلياك اللي ما يقدروش على الجلوتين، واللي عندهم مرض التوحدي، وحتى اللي عندهم الحساسية للجلوتين القمح يسبب لهم انزعاجات، وحتى اللي عندهم كران والإرسياش، يعني هذه القولون العصبي وتقرح كران، هذو الجلوتين يسبب لهم انزعاجات على مستوى هذو، يستهلكوا هذا الدخن جيد بالنسبة لهذ الأشخاص هذو، لأن ما فيش خالي من الجلوتين. وفي فيتوستروجينات تتعدى القطاني وتتعدى الحبوب، لماذا؟ لأن الشعير والقمح فيهم الليجنان، وهذا الليجنان هو اللي كيمنع سرطان الثدي، لأن كيعطي الأنتيرولاكتون داخل الجسم، الأنتيروديول والأنتيرولاكتون كيعطيهم داخل الجسم هما اللي كيمنعوا سرطان الثدي. إلى هذا إلان فيتوستروجينات، إلان هي فيتوستروجينات قوية جدا، وهي اللي كتحتاج النساء الآن لأمرين. الأمر الأول النساء اللي عندهم سن اليأس اللي فاتوا الخمسين، نعم. كتبدا عندهم هشاشه العظام، خاص الخبز ديالهم يكون فيه الشعير ويكون فيه الدخن، فخاص يكون عندها ضبط هرموني، والا غادي تكون مرأة ضاجره وغادي تتقلق وغادي تكون عصبيه، يعني خاصهم فيتوستروجينات، نعم. وكيخصهم كالسيوم مع المغنيسيوم، نعم. وهو هذو النساء في اثناء سن اليأس خاصهم يستهلكوا إلان يوميا، ماشي يتسناو حتى يصابنا بكسور ولا شيء عادي يبداو يسولوا على إلان، لا خاصو يستهلك، هي ذره، هو نوع من الذره، إلان نوع من الذره، والبشنه كنسميوها البشنه في المغرب، هذه طحنوه يخلطوه مع القمح يعجنوه ولا خبز. لما يهيئوا حساء الشعير، يهيئوا حساء الشعير مع هذا الدخن، يضيف تضيف نصف نصف 50 50، يعني دخن مع شعير يعطي حساء جيد، أو ربما يضاف مع القطاني حساء الفول مثلا، يضاف إليه دخن كذلك، نعم. لأنه سيغنيه يعني بأشياء غير موجودة في القطاني. هو الدخن قوي جدا، كيلاحظوا الناس على أن نقولها بالدارجة هو كيشبع، وملي الناس كياكلوا هذا إلا هذو كيبقاو شبعانين، يعني شبعانين نهار كامل تقريبا، كيحس بالجوع. لماذا؟ لأنه غني، وهذا الغنى ديالو بالأملاح المعدنية، الفيتامينات اللي فيها، الفيتامينات حمض الفوليك اللي موجود في القطاني، وكذلك حمض مكون فيتامين بي الموجود في النشويات، لأن النشويات معروفة بفيتامين بي، ثم الأملاح كلها موجودة في هذا الدخن، كل الأملاح موجودة في الحديد، في الزنك، في المنغنوز، في المغنيسيوم، في الكالسيوم، في الفوسفور. ولهذا علينا وجود الفوسفور والكالسيوم والزنك مع الحديد، فهذا علاش كي شويه كي يساعد، لا يسرع، انما يساعد الناس اللي عندهم كسور. يمكن الناس اللي غادي يتناول هذا الدخن صافي راه غادي يجبر بسرعه، لا يساعد، يساعد، هو تغذية جيدة، لأن هذا صلابة العظام، صلابة العظام هي من الكالسيوم والفوسفور والحديد، يعني هذا. فمعدن السيلينيوم يعمل كذلك في هذا الإطار، معدن السيلينيوم كذلك يعمل هنا. الأخ هذا جزاه الله خيرا سي محمد من طنطان تكلم علي البلدي الرومي في إيلان، قليل اللي يعرف بأن كاين إيلان الرومي ولا البلدي السوق، ولكن الناس اللي كيبيعوا كيعرفوا. أنا طبعا حتى ملي كنسول أنا الناس، نعم. ما عارفينش. وكاين الحلبة البلدية والحلبة الرومية والقزبر البلدي والقزبر الرومي والعدس البلدي والعدس الرومي والفول البلدي والفول الرومي. نعم نعم، دابا كاين فول دخل اسود، واحد الفول غادي ياكلوه الناس اس عنده لون اسود، هو لا علاقه له بالفول المغربي، وهذا يعني ولا كيتباع، يعني حتى الزريعه ديالو مابقاش كيتباع الفلاح يشريو بالعبره ولا كيشريو بالباكيه ولا كيشريو بالكيلو.
الحمد لله بقى عندنا بذور بلديه، بقى عندنا بذور جيده، لماذا نستورد الا حنا؟ لماذا نستورد لا عند البائع غادي يوريك الرومي والبلديه، ما كاينش فرق كبير، ما عنديش مشكل غير ما يكونش مغير ولاتي لسانكم مشكل، واخا يكون كلمه رومي غير تعني تقنيات حديثه الانتاج ديالو ولا جنب برا. ايوا البلدي ديالنا دكتور حسن. نعم اكيد احسن، اكيد احسن، يعني هما علاش مثلا غنمشيو حنا نقلبوا على هذا الرومي، تدخل شي حاجه من برا كيسموها روميه، واخا تكون بلديه في كندا كيسموها ما عندهم روميه، يعني علاش انا دخلت مرا روميه صافي؟ علاش؟ لان كنعني بالبلدي حنا الانتاج المحلي الطبيعي، هذا كنعني به كلمه البلدي، وخاصها تبقى هذه الثقافه عند المغاربه، خاصها تبقى عندهم، ما يضيعوش هذه القضيه ديال البلدي الرومي وما يقولوش بحال البلدي بحال الرومي. لا يعني لان هنا فين كاين، هنا فين كاين المشكل، الا مشينا حتى بدينا نصدقوا بان بحال البلدي بحال الرومي غادي نخربوا المنتوجات ديالنا، وهذه طريقه ربما يدخلنا منها المشاكل. فهذه المسائل يعني الاستيراد الان عليا، والمغرب يستورد قطاني ويستورد حبوب، يعني حتى الزنجلان حتى حبوب الكتان مستورده الان، حتى الحبه السوداء مستورده، كاين القصبر الان كاين مستورد، ولكن الناس يسولوا لان عندنا الحمد لله كاين الناس صادقين، كاين الناس كيتقوا الله، مشاو لرحمه الزرع كيوريك هذاك البائع، كيوريك الاشياء كلها، كيقول هذه ديال كندا، هذه ديال الارجنتين، هذه ديال الهند، هذه ديال المغرب، هذه ديال هنا، يعني حتى في المغرب ولا كنخيار انت لك هذه في المغرب، تقول هذه ديال بركان، وهذه ديال الرحامنه، وهذه ديال السوس، وهذه ديال الشاويه، يعني هذه وهذا صدق وهذا جيد، هذه الاسواق عندنا باقا جيده الحمد لله الامانه. ولكن الناس يسولوا بالعقل، يسولوا الناس يتقدم، كاين اللي ما عمرهمش على رحبه الزرع. نعم ذكرتي يا دكتور بان المغاربه كيسولوا فيها رحبه الزرع، ورحبه الزرع كبيره، الا مشاو الرباط مثلا حدا القمره، الا مشاو لمراكش رحبه الزرع من رحبه الدار البيضاء في الحبوس، رحبه الزرع كبيره في الدار البيضاء، رحبه الزرع في فاس، كاين رحبه الزرع في مكناس، كاين رحبه يعني الزرع تقريبا في جميع المدن. نعم كاين رحبه، عندنا رحبه الزرع، ولكن وفيها جميع الحبوب. نعم فيها الزوان، فيها اللان، فيها الذره، فيها الشعير، فيها قمح، فيها الشوفان، فيها جلبانه، فيها الحمص، فيها العدل، فيها الفوس، فيها حبه حلاوه، فيها جميع الرز، فيها كل الحبوب موجوده في في في, في, في رحبه الزرع. غير واش هذا الشخص هذا الناس كيمشيو للسوبر ماركت؟ نعم ماشي السوبر ماركت تقدا اشياء، لان كاين اشياء مثلا ديال النظافه واشياء هذا كاينه في السوبر ماركت، ولكن يمشي لرحبه الزرع يعيش يتقدا الزرع لولادو، يعني حنا كلمه الزرع كنعني بها جميع الحبوب يعني في المغرب. فجيد الارتفاع الضغط، يعني الدخن جيد، لماذا؟ لان تركيز البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودين في, في في الدخن هو كيخليه يخفض هذا من ارتفاع الضغط، يحد من ارتفاع الضغط. وامراض القلب والشرايين خصهم يتناولوا هذا الدخن مع يخلطوه مع الخبز ولا يتناولوه يوميا على شكل حساء، شوربه، على شكل اي، على اي شكل ممكن. وقليل من يعلم على ان ممكن نعملوا منه كوسكوس. جيد. ان الدخن كيتعمل منه كوسكوس، السميد ديال الدخن ممكن يعملوا منه كوسكوس جيد. نعم. يعني احسن من هذا الذرة كنا كنسميوه بيداس. نعم. هذا الكوسكوس الذره هذا هو احسن منه، هذا يعني بحال عندنا في المنطقه الشاويه كاين عليه المنطقه الدكاله كيعملوا السيكوك مثلا. نعم. كيعملوه بسميد الذره. نعم. الشاويه نفس الشيء، ولكن كاين مناطق هذه الجزائر مثلا كيعملوا السيكوك في الشعير. الشعير نعم، حتى في مراكش، في مراكش كيديروا المزقور كما كيقولوا المزقور الدرا. هو دكتور انت دائما تقول السيكوك غداء متكامل. نعم غداء متكامل، ولكن الى زادوا هذا الدخن، الدخن السيكوك هذا السميد ديال يكون طيب مزيان بالبخار يفوروا ويتعمل منه، يتعمل منه سيكوك، هذا يكون هائل احسن من الدرا ومن الشعير. هذا هو الدخن. واذا اجتمع هو هذا، اذا اجتمع مع اللبن نعم غادي يكون الكالسيوم فايت الكميه التي يعني يحتاجها الجسم، يعني سيسد اللبن فيه. نعم كالسيوم. سيسد يعني حاجه الجسم من الكالسيوم لوحده، اذا اجتمع مع اللبن، اذا كان على شكل سيكوك ولا اجتمع مع اللبن كيوليو الاملاح المعدنيه مرتفعه، كيتزادوا بروتينات اللبن مع فيتامينات اللبن مع البروتينات ديال الدخن، البروتين والاملاح المعدنيه، كيولي مجي وجبه متكامله، كتولي وجبه حيويه ومنشطه للجسم ووجبه جيده هائله. نعم. هذو هما الخلطات بالنسبه لبرنامج النخل والرمان. الخلطات هما يعني الوجبات الغذائيه التي يمكن ان يتغدى عليها الشخص بدون ان يسال عن الكميه وبدون ان يسال عن الاعراض الجانبيه.